خرجوا منهم محمد محمود، وانت كان موجود امبارح في الاستاد بصراحه، وبتتكلم وطاهر كمان، وطاهر محمد طاهر وبتتكلم في اتنين لعيبه كمان. لا ده انت عايز تطلع 10 لعيبه، كريم نيدفيد، يعني انت بتتكلم في 10 لعيبه على الاقل، فهي معادله صعبه جدا طبعاً. لكن انا اثق في تفكير الكابتن شوقي غريب انه هيكون اولا بيفكر لصالح الكره المصريه ولصالح المنتخب، ده وده الاهم. المنتخب الاول بقى ايه مشكلته؟ المنتخب الاول ما عندوش مشكله. امال ايه؟ المنتخب الاول تعبان، بمعنى انه مريض وعايز علاج. فمرض المنتخب الاول وعلته موجود علاجها في المنتخب الاولمبي. حلو، صح، ماشي. منتخب عنده تشخيص ان هو تعبان، اداؤه مش عاجبنا، نتائجه لا ترتقي للفرقه ومنتخب مصر والاداء والشكل، ولا النتائج لا ترتقي تماما، لكن في المشاكل وفي مرض وعله احنا قلنا عليها. طيب ايه العله؟ عايز مهاجمين، موجود في المنتخب الاولمبي. عايز مدافعين، موجود. عايز ايه؟ كل طلباتك موجوده في المنتخب الاولمبي. لكن في نفس الوقت كل الناس الفتره اللي فاتت بتحمل الكابتن حسام البدري المسؤوليه الكامله عن انهيار الفريق، وده منطقي ولا مش منطقي؟ شوف، في حاجات منطقيه وفي حاجات مش منطقيه. تمام، نتكلم بالعقل. كويس، نبدا من البدايه. الكابتن حسام البدري جه امتى؟ لعب اول مباراه وديه بعد وجوده باربع خمس ايام. صح، احنا عيناه قبل ما خلاص نستدعي المحترفين على طول ب 24 ساعه. الراجل كان موجود ولا حاجه؟ كان ده موضوع التاخر في الاعلان ده ليه برضه؟ الراجل كان لان هم كانوا قاطعين شوط مع الكابتن ايهاب جلال وخلصوا، وحصل بينهم خلاف ورجع بعد ما اتفقوش على حاجه 3:30 بالليل قبلها بيوم. 3:30 بالليل الفجر بلغهم الكابتن ايهاب جلال انه مش هيكون موجود. بداوا يتصلوا بالكابتن حسام البدري 4 الفجر عشان يشوفوه بتوقيت كندا. ده كان كويس للكابتن حسام وبدا يدور على اقرب طياره. اعلنوا الصبح. جيت انت عملت بعد ما جه الكابتن حسام، حضرت قعده رائعه بين الكابتن حسام وبين الكابتن شوقي غريب، ودي في الحراملك في اسكندريه في ساعة القرعة بطوله الامم، وهم قاعدين كده على الترابيزه وبيتكلموا على مين الاولى في التوقيت الجاي. عشان اكون صادق، كابتن شوقي غريب كان شايف ان هو الاولى، والكابتن حسام البدري زكى طلب الكابتن شوقي غريب في كل اللعيبه اللي هو عايزها عشان يلعب بيهم بطوله. كويس، خلاص. والكابتن حسام البدري قال كده بالنص، قال يا جماعه المنتخب الاولمبي في هذا التوقيت اولى. نرجع بعد كده مباراتين، بوتسوانا وليبيريا، مفيش حاجه خالص، وبعد كده كينيا وجزر القمر. حلو، المباراه الاولى بعد التولي باربع ايام ما تلحقش، قوامك مش موجود. المباراه الثانيه ليبيريا الدنيا مش مظبوطه لسه، انت بتجمع وبتوفق وبتشوف هتعمل ايه. عندك نقص، تخش في مباراه كينيا ومباراه جزر القمر، فجاه عندك قرار تربوي انك تستبعد لاعبي بيراميدز. كان لازم تستبعدهم. انت شايف ان انت معاك قرار ده؟ كان لازم تستبعدهم. طب اللعيبه ذنبها ايه يا استاذ؟ كان لازم. لا، اللعيبه مالهاش ذنب. طيب انت لا تعاقب اللعيبه. طب المنتخب ذنبه ايه؟ انت تعاقب. لا، ما انا جاي لك بقى. انت اسئلتك دي رائعه يا امير. اتفضل. اولا اللعيبه اجبرت على الا تذهب للمنتخب، فاللعيبه مالهاش ذنب. ماشي. واللعيبه زعلت جدا وعملت مشكله مع النادي بتاعهم واعضاء بيراميدز ومع رئيس النادي او مدير النادي ممدوح عيد عشان ما ودهمش. وتحديدا بعدم ذهابهم للمنتخب. هنا الكابتن حسام البدري لما قعد تحديدا مع الكابتن بركات وقال له بالنص كده، انا هعمل زي ما بيحصل في النادي الاهلي. انا بقول لك معلومه، قال له كده، قال له انا هاخد قرار زي ما اتعلمت في النادي الاهلي. كابتن حسام قال كده لمحمد بركات. محمد بركات قال للكابتن حسام القرار يا كابتن زي ما انا اتعلمت. ده محمد بركات اللي قال للكابتن زي ما اتعلمت في الكابتن في النادي الاهلي. فكانوا بيقولوا لهم، خدوا قرار بعد القعده مباشره ان بناء على القرار الخاطئ اللي اخده نادي بيراميدز من وجهه نظرهم انهم ما ياخدوش اللعيبه، عشان دي تبقى عبره لاي لاعب واي نادي يقول لك انا هوديهم في الوقت ده او في ده او في ده. لعيبه الاهلي والزمالك تروح، ولعيبه بيراميدز ما تروحش. لعيبه كل الفرق تروح، تقول لي اصل الثلاث ايام ده منتخب مصر. طبعا ده ما اسموش اللائحه، ده اسمه المنتخب. وبالتالي طالما قلنا اسمه المنتخب، كله كبر للمنتخب. ورغم المشاكل وبعض الاصابات والضغط، وكانت لعيبه الاهلي جايه
من ماراثون جامد قوي وضغط كانت موجوده قوي الناس وبالتالي كان قرار تربوي. كلنا اشدنا بقرار الكابتن حسام البدري في الاخر البرواز هو الكابتن حسام اللي واخده. اوكي بس انا كنت ضد القرار ده بصراحه. انا ما اشدتش. لا اشدنا ليه؟ اشدنا لان انت لازم تعرف الناس اللي لازم الالتزام والانضباط مع المنتخب. بس يا بوب في ناس برضو ليها وجهه نظر اخرى هيقول لك ان المنتخب اتضر بغياب اللعيبه دول. فاهم قصدي؟ ما انا جاي لك بقى. ما انت لعبت ماتشين. ما انا جاي لك. انا جاي لك. لما الاهلي بياخد قرار او منتخب بغياب لاعب ايا كان بيكون على فكره لعيب مؤثر. المكاسب اللي بتجنيها من وراء القرار اكبر من الخسائر. المكاسب مستقبليه يعني. طبعا. انت بتبني لقدام. انت ما بتبنيش لماتش او كينيا او جزر القمر هتتأهل هتتأهل ان شاء الله في المجموعه الاول والثانيه هتتأهل. ان شاء الله. حلو؟ لكن انت ما بتبنيش لمباراه. انت بتبني المستقبل. فهنا بنفس فكر النادي الاهلي اديرت هذه الازمه وانا بقول لك ده هتلاقيها في المستقبل. وتم الاتصال بين اللعيبه والجهاز الفني وفهموا من اللعيبه قالوا ما لناش ذنب واللعيبه اتكلموا وتم الانسجام حلو. دخلت انت مباراه كينيا ومباراه جزر القمر هي مباراه تبدو في الشكل العام انها مباراه سهله جدا ولطيفه وظريفه ونقدر الكره اتغيرت وشفنا جزر القمر عامله ازاي. انت النهارده دفعت ثمن غياب وقرارك قرارك اللي انت بتقول عليه في خسائر في خسائر بس دي خسائر مؤقته. دفعت ثمن قرارك اللي هو صح بس عليه ضريبه فتحملتها ودفعت ثمن قراراتك الخاطئه في الجهاز الفني باختيار عدد من اللاعبين لا يجب ان يرتدوا قميص منتخب مصر لانهم خدوا فرصه مع كابتن شوقي غريب قبل كده ومع هيكتور كوبر ومع اجيري وانت بتديهم فرصه رابعه لا يستحقوها وبالتالي انت كان عندك عجز فهم كملوا معاك وانا ارى اننا مش هنشوفهم تاني في الفتره الجايه فما عنديش مشكله. طيب هيحصل ايه للمنتخب الاولمبي؟ انت لعبت المنتخب الاول أول. انت لعبت محمد صلاح كان مصاب يعني محمد صلاح مصاب ولعبت المنتخب الاولمبي مش موجوده بالمناسبه ما لعبش المباراه بتاعت كان محطوط على الدكه طيب و